ورجعنا لكم بفيديو جديد اللي هو عبارة عن الفحسة اللي هي مناسبة جدا للبرد، نحن الآن في فصل الشتاء. أكلة مشهورة في صنعاء وما جاورها المناطق في شمال اليمن. بالنسبة للمكونات، المكونات هي عبارة عن احنا بصل، بيبار، ثومة، بسباس أخضر، طماطم وكبزة رمثة ما تشوفوها هنا بالفيديو اللي نقطعها. ونبدأ نقطع البصل. نقطع البصل إلى مكعبات صغيرة، طبعا هنا كمية البصل نستخدم بصلة واحدة، تقدر تستخدم بصل أقل لما تحب البصل، بس البصل يعطي نكهة حلوة للأكل. كمان بنستخدم معنا البيبار أو الفلفل الحلو بعضهم يسموه. أنا هنا بستخدم تقريبا ثلثي البيبار، تشوفوا بالبداية بقطع نص وبعدين بقطع البقية. طبعا ننظف البيبار من حق الحبوب واللي فيها أيضا هذه مثل العروق. وعندنا بنستخدم حبتين طماط، مثل ما قطعنا البصل والبيبار نقطع الطماط أيضا إلى قطع صغيرة. طبعا انتم جالسين تفكروا هذا الماء اللي في المطيبة، طبعا هذا الماء ما بيشربوش. بنسوي له الحلبة. شفتم مثل ما قلت لكم اول بنضيف كمان البيبر وبسبس اخضر حسب الرغبة، يعني كيف تحبوا انتم الفحسة تكون عندكم يعني حارة ولا لا. ومعانا أيضا ثوم، نقطع الثوم إلى قطع صغيرة أو نفرم الثوم مثل ما أنتم عاوزين. ومعنا أيضا الكبزرة، وبعدين معنا الكراث، بنقطعها للحلبة، بعدين بنوري لكم الكراث. طبعا هنا الماء ما يكون بارد او عند درجة حرارة الغرفة. ومعانا حلبة، طبعا اول شيء نضيف الماء وبعدين الحلبة مش العكس. مثلا هنا نضيف ملعقة كبيرة من الحلبة ونخليها بين الماء كذا لمدة اقل شيء نص ساعة ساعة، وبعدين نجيب اللحم. هذا اللي هو اللحم اللي معنا احنا، اللحم البقري، نحطه في الدست الضغط. نبدأ نشوح اللحم شوية، لما يبدأ يتغير لون اللحم بنجيب جزء من البصل اللي قطعناه ونضيفه للحم. تشوفوا اللحم كيف تغير لونه، نضيف نص من البصل ونحرك. نضيف أيضا ثومة والطماط، الطماطم، الطماطيس مثل ما تحبوا تسموه، البندورة، ونستمر نحرك لما يبدأ الطماط يذوب معنا.
نضيف أيضا بهارات مشكلة وملح. طبعا البهارات المشكلة هي عبارة عن فلفل أسود، كبزرة، نضيف هذا أيضا الكبزرة الخضراء، كمون، كرد أو كركم. ونشوف بعد ما تتسبك معنا اللحمة نضيف ماء مغلي، نضيف كمية الماء حتى نغرق اللحمة يعني معنا. ايضا بنضيف اللي هو هيل وورق قارش علشان يعطي نكهة حلوة ويضيع نكهة اللحمة القوية، وايضا لما تشوح اللحمة تضيع من نكهتها. وبعدين لما تشوفها بدأت تفور، طبعا لما اللي هو ضفناه مغلي نقفل عليها في دستة الضغط او قدرة الضغط، ونحط عليها الصفيرة ونتأكد انها تمام. ولما تبدأ تصفر نحطها لمدة ساعة ونص، طبعا يعتمد على نوع اللحمة إذا هي كبير ولا صغير. ونجيب هنا المقلة أو الحرضة اللي هي مصنوعة من الحجر، ونضيف الزيت، ونضيف الثوم والبصل والبسبس الأخضر. نحركهم علشان ينضجوا بطريقة متجانسة. شوفوا هنا معانا اللحمة اللي هي قلنا لكم بنخليها ساعة ونص. بعد ساعة ونص خلاص تكون اللحمة جاهزة. وهنا نوريكم لعبة، نتأكد انه الضغط كله يعني خرج من الهواء، يعني طلع من الضغط. نشوف اللحمة إذا هي ناضجة كذا تذوب، تكون لازم تكون ذايبة. ونستمر نحرك معنا البصل والثوم والبسبس الأخضر. أول ما يبدأ يطلع لون البني نضيف البيبر أو زيت الحليب، ونحرك نحرك نحرك. نضيف بعدين الطماطم، نستمر بالتحريك، أهم شيء التحريك. طبعا نضيف لها كمان البهارات وملح، نضيف هنا بسباس احمر، بسباس عدني، ونشوف كيف انه بدا الطماطم يذوب وانه الخليط معنا كده شويه متجانس. نضيف كبزره خضراء، طبعا نستخدم مع هذا الغطاء علشان لما يكون الخليط ما يكونش يتطاير ويوسخ لنا الفرن. بعدين نشيل اللحمة كامل من بين المرق علشان نفحصها، لأن اسم الأكلة فحصه، جاية من كلمة فحص اللحم. نشوف هذه اللحمة ونفحصها بمدتنا، أو إذا معكم أي شيء تفضلوا تستخدموه. شوفوا معانا الكشنة استبكت، نضيف لها شوية مرق ونخليها تستبك. نجلس نحركها من فترة لفترة، وإذا نشوفها نشفت نضيف لها شوية مرق ونضيف. شوفوا بعد معنا اللحمة، اللحمة كميتها هي عبارة عن كيلو هنا اللي نستخدمها، وتقريبا تحبوا الكمية اللي تحبوا تستخدموها مناسبة لكم، يعني الموضوع سهل جدا. نخلط اللحمة مع الكشنة كويس، نضيف لها مرق، ونخليها تستبك على النار. طبعا نخليها كذا تستبك لما ينشف الماء وكذا تحرق شوية اللحمة، تعطي نكهة حلوة جدا للفحسة. ضروري جدا هذه الحركة.
احنا كيف بتعرفوا انه شوف اللحمه تلصق على المدره او الحرضه او المقله. انتم شايفين هنا يعني مره قدها لاصقه، وبعدين نضيف مرق، نغرقها بالمرق. بعد كذا نخليها على النار هادئة علشان تستبك معنا هنا. ونروح نجهز الحلبة. الحلبة طبعا هذه الحلبة رميتها من الماء اللي كان فيها، وبنضيف لها اللي هو معناتنا كراث وكبزرة وثومة وملح وكمون، كمون مطحون. طبعا هذه الكبزرة تشوفوا الكراث هناك مقطعة وكل شيء، نضيفهم. نضيف ليمون، هذه خطوة إضافية مني أنا، هنا بضيف ثنتين ليمون تعطي طعم حلو طبعا الحلبة. ونضيف ملح شوية ما علشان تنخلط، ونخلطها. طبعا هذه الحلبة اللي هي الخاصة بالسلتة والفحسة، الحلبة الثانية في العصيد ما تكون خضراء، ما تكون مختلفة. طبعا هذه هي تشوف الحلبة تكون كذا سميكة. نجيب الفحسة ونضيف الحلبة من فوق، وكمان يفضل انه يكون كمان معكم بسبس اخضر او سحاوق اللي هو موجود معنا في القناة في وصفة. نضيف الحلبة من فوق قبل التقديم، وبالعافية عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك.